مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني والمتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 5 Lesson 5 اليونت الخامس الدرس الخامس. عنوان الدرس مرة أخرى From Cairo to Baghdad من القاهرة إلى بغداد، وكاتبي لي Part B الجزء الثاني أو الجزء B. شوف هنا أنا شو يقول لي. طبعا احنا بالدرس السابق أخذنا نفس العنوان همنا From Cairo to Baghdad من القاهرة إلى بغداد، ومنطين لا تتذكرون منطين بوقتها 4 جمل كيفية كتابة المقال الذي يكتب في القاهرة ويتم نقله إلى بغداد، وأخذنا 4 خطوات بوقتها، إنه من البداية الصحفي يكتب التقرير يدزه للمحرر، المحرر يشوف هذا التقرير جيد يرفعه للمطبعة وهكذا. اليوم راح نكمل باقي الخطوات، وعندنا مراجعة للموضوع اللي أخذناه بالدرس السابق اللي هو موضوع الباسف المبني للمجهول. فشوفوا حتى التلقين مكتوب 5 6 أول 4 نقاط أخذناها في الدرس السابق، والثاني 4 نقاط راح نأخذها بهذا الدرس. شو يقول لي؟ يقول لي then ثم بعدها بعد اللي نشوف خطوات الأربعة then it's sent to the printing press، يرسل هذا التقرير إلى المطبعة المكان المخصص للطبع، and at night وفي الليل the newspapers are printed، وفي الليل يتم طبع هذه الجرائد أو المجلات، early on Tuesday وفي صباح يوم الثلاثاء morning the newspapers are sent to the shops، هذه الجرائد ترسل إلى المحلات على مود يتم بيعها، وراها when the shops open عندما تفتح المحلات the newspapers are sold، يتم بيع هذه الجرائد أو المجلات، finally أخيرا the article is read، ومن ثم أخيرا يقرأ هذا المقال الذي تم كتابته في القاهرة. إذا هو بالبداية لا تذكروا بدأ السابق يقول لك إيش قد يستغرق الموضوع على مود يوصل المقال من القاهرة إلى بغداد. فإحنا لاحظنا من خلال هذه المقاطع النصية أو الجمل إنه يتم عبر مراحل، يتم كتابة هذا التقرير ومن ثم إرسال للمحرر ومن ثم تحريره ومن ثم إرسال للمطبعة ومن ثم إرسال إلى المكتبات ومن ثم إلى المحلات. إذا هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. الآن يقول لي active and passive، المبني المعلوم والمبني المجهول. شرحنا بالدرس السابق أنه المبني للمعلوم هي الجملة التي يكون فاعلها معلوما معروفا، يعني على سبيل المثال أقول علي broke the window، علي كسر النافذة، من هو اللي كسر النافذة؟ علي، فهاي جملة مبني للمعلوم. ليش؟ لأن فاعلها معلوم، فاعلها هو علي. أما الجملة المبني للمجهول هي الجملة التي يكون فاعلها مجهولا غير معروف. شنو يعني غير معروف؟ أضرب لك مثال نفسي، أقول the window was broken، كسرت النافذة، من هو اللي كسر النافذة؟ ما معروف، هي الجملة التي يكون فاعلها مجهولا أو غير مهم الذكر. فهو من طين هنا مجموعة أمثلة، يقول لي a reporter writes an article in Cairo، المحرر أو الصحفي يكتب التقرير في القاهرة. شو مش كاتب لي عليها؟ كاتب لي هاي الجملة أكتب. شنو يعني أكتب؟ يعني مبنية للمعلوم. شلون عرفت مبنية للمعلوم؟ هذا الريبورتر، هذا فاعل، الصحفي يكتب فعل، article مقال، هذا مفعول به. شوفوا ركزوا يا طلاب، من هو اللي يكتب المقال؟ اللي يكتب المقال هو الصحفي، إذا الفاعل معروف. إذا أبدأ أسويها مبني للمجهول، تذكرون الخطوات بالدرس السابق اللي أخذناها؟ أول خطوة نحذف الفاعل، هي الجملة التي يكون فاعلها مجهول، ونضع المفعول به في بداية الجملة. شوفوا الارتكل صارت في بداية الجملة، ومن ثم أما إز أو آر، الارتكل مفرد أخليها إز، إذا كان جمع أخليها آر، ومن ثم تصريف ثالث الرايتس بها إس، أوخر الإس ورجع تصريف ثالث تصير رتن، أن ارتكل إز رتن من كيرو، المقال يكتب في القاهرة. إذا حولت الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول. هاي مجرد مراجعة بسيطة للشرح المفصل اللي أخذناه بالدرس السابق. مرة أخرى next ثم بعدها she sends it to Baghdad، هي ترسل هذا التقرير إلى بغداد، من اللي يرسله إلى بغداد؟ هاي الشي، إذا الشي فاعل، هذا فعل، هذا مفعول به. ركزوا وياي يا طلاب، هذه جملة مبني للمعلوم. ليه؟ لأن الفاعل معروف. خطوات شنو؟ أحذف الفاعل، نضع المفعول به بداية الجملة، ومن ثم أخلي له إز أو آر، ومن ثم تصريف ثالث للفعل، فصارت يرسل إلى بغداد. من هو اللي يرسل إلى بغداد؟
ما معلوم الجملة التي يكون فاعلها غير معلوم أو مجهول. When we say that what people and things do, we use active verbs from form like write and send. نعم الطين ملاحظة يقول لك أنت لما نقول عن الشغلات اللي سووها العالم ما يفعله الناس نستخدم أفعال مجردة مثل send مثل write إلى آخره. وراها شي يقول لي when we say what happens to the people عندما نقول ماذا يحدث للناس and things وماذا يحدث للأشياء يعني مبني المجهول we use passive verbs forms نستخدم المبني المجهول أو أفعال المبني المجهول like written مثل written و sent. الريتن والسنت احنا سميناها نذكروا بالدروس السابقه تصريف ثالث past participle. هذا الشرح المفصل اخذناه بالدرس السابق لموضوع المبني المجهول وهذه مراجعه بسيطه الى الان ننتقل لكتاب النشاط بتمرين رقم واحد. انت يجوز تسالك نفسك استاذ انا يجوز بالاول متوسط ما كنت قوي بالانجليزي او ما كنت مركز ويا الانجليزي فما اعرف شنو يعني فعل تصريف ثالث. احنا نعرف ان الفعل في ثلاث اشكال انفينيتيف فعل مجرد أو مضارع past شنو يعني past فعل ماضي و past participle تصريف ثالث. خلينا نجي شوية نطلع عن الموضوع. الفعل ثلاث أشكال. هذا الفعل أم ماضي أما يكون مجرد أو يحمل s أو يحمل ed أو يكون تصريف ثالث أو ing إلى آخره حسب زمن الجملة. فأنت حسب زمن الجملة حسب القاعدة اللي تريد تطبقها شيء تريد من عندك القاعدة. أنت ضروري تحفظ أو أنت كطالب ضروري تحفظ الشكل الماضي والشكل التصريف الثالث للأفعال. الماضي والتصريف الثالث أما يكون يحمل إيدي إذا فعل قياسي أو يكون فعلا شاذا. حسب الله الإيدي سهلة يعني على سبيل المثال play هذا مجرد أريد أرجع ماضي أو تصريف ثالث أرجع فقط أضيف لإيدي هذا played صار ماضي و played نفسيته تصريف ثالث سهل القياسي سهل مجرد أضيف لام مادي أو إيدي. لكن المشكلة وين؟ المشكلة اللي تواجه الطلاب المشكلة بالشوارع. طلاب لازم من هسه تعود نفسك إنك تحفظ أو تبلش بحفظ الشوارع. شنو هن الشوارع؟ أولا هسه عندي مطيني مثال catch. catch معناها يمسك هذا فعل مجرد. شنو الماضي مالته؟ لازم تعرف إن الماضي مالته coat والتصريف الثالث مالته كذلك كوت. هذا لازم تحفظه تحفظ شكله تحفظ الهيئة مالته أو تحفظ الملاءه. بعد منطيني هالمرة تصريف ثالث brought شنو المجرد مالته bring شنو الماضي مالته brought bring brought brought bring يجلب جلب وجلب التصريف الثالث كذلك sold sold باع المضارع sell الماضي sold sell sold sold نفس الطريقة البقية taken هذا ما فيه take مجرد took ماضي taken تصريف ثالث هذا الأفعال لازم تحفظوها طلاب. بعد sent هذا من تصريف ثالث يريد send مجرد وsent بالماضي made هذا تصريف ثالث make مجرد made ماضي وتصريف ثالث write مجرد wrote ماضي written تصريف ثالث وهكذا washed غسلة هذا قياسي شوفوا ضاف له ايدي يعني هذا قياسي فقط اوخر الايدي بالمجرد wash washed بالماضي washed في التصريف الثالث يغسل غسلة وغسل كذلك في التصريف الثالث cooked هذا هم قياسي cook يطبخ cooked طبخ بالماضي cooked طبخ بالتصريف الثالث وput put بكل احواله بنفس الشكل put 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 يلا وضع وضع كذلك كات 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 إلى آخره. هذين الأفعال أو هذا الفعل put بالمضارع والماضي والتصريف الثالث بنفس الطريقة. هسه احنا هذا الجدول شنو أستاذ مهم أحفظه؟ نعم هذا الجدول مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. الأستاذ بشنو يفيدني؟ طلاب ما يحتاج أقول لك أنت بشنو يفيدك. أولا هسه احنا أخذنا مبني المجهول الفعل ما تشبيه إذا تذكرون فعل تصريف ثالث. فأنت إذا ما تعرف إن التصريف الثالث مال catch coat راح تفهم الجملة وتعرف القاعدة وتتذكرها بالامتحان بس ما تقدر تطبق. فشنو الفائدة إذا ما حافظ تصاريف الأفعال ما راح تقدر تطبق. وكذلك من الممكن يجيني بسؤال الإملاء أكثر من مرة أنا نبهت عليها مثلا يقول لي write فاصلة written
طلاب ايش سواه؟ هذا رايت فعل مجرد، انا حافظ انه رايت فعل مجرد، سواها سواها رتب، يعني حولها تصريف ثالث. فعلى سبيل المثال من يقول لي تيك لا تقول له توك، هذا تيك وينها؟ هذا تيك لا تقول له توك، لانه ما يريدك تسوي لها ماضي، يريدك تسوي لها تصريف ثالث. فشنو التصريف الثالث مال تيك؟ تيكن. وهكذا شوف المثال شنو محولها ماضي تحول الفعل ماضي، تصريف ثالث بتحول تصريف ثالث، وهكذا. اذا هذا الجدول مهم جدا للحفظ املاء ومعنى. ننتقل الى تمرين رقم 2، look at the pictures، انظر للصور، and describe how fish get from the sea to the shops، وفسر او اوصف كيف يصل السمك من البحار الى المحلات. نفس الفكره مع المقال، المقال يكتب في القاهره، يرسل الى مركز الجريده والمجله، يقرا المحرر الى اخره، لحد ما بالاخير يوصل للمحلات والناس تقراها. يقول لك كذلك انا منطيك صور كيف تصل هذه الاسماك من البحر الى المحل الى المحلات. طبعا باستخدام يا زمن او باستخدام يا موضوع، موضوع الباسيف المبني المجهول اللي شرحناه في الدرس السابق وراجعناه في هذا الدرس. فركز وياي وشوفونا شلون راح نحل. اولا شوف شو مطيني البدايه، كاتش يمسك وبوت يضع. شو يقول لي؟ يقول لي بالبدايه الخطوه الاولى من خطوات ارسال السمك الى الناس او تعليم السمك شنو؟ انه يتم الامساك بالسمك ويوضع في صناديق. فاقول له the fish are caught يمسك and put ويوضع. وين يوضعوه؟ وين يخلوه؟ in boxes في صناديق. طلاب للتذكير احنا ايش نطبق يا قاعده؟ قاعده المبني المجهول. شنو قاعده المبني المجهول؟ مفعول به، السمك هو المفعول به، زائدا اما از او ار، السمك جمع خلي لا ار، زائدا تصريف ثالث للفعل. الافعال اللي منطقي اياها هن ذني كاتش وبوت. بالخطوه الثانيه نكست، ثم بعدها منطيني صورة انه السمك يجلب الى الاراضي، يجب يتم جلبها الى الاراضي، لانهم هسه يحجون وين؟ بالبحر، الى اليابسه يعني يقصد. فش نقول؟ اقول next the fish السمك are brought يجلب، لمن يجلب؟ to land الى اليابسه، يتم جلب السمك او الاسماك التي تم الامساك بها الى اليابسه. الخطوه اللي بعد ايش يقول لي؟ منطيني صورة الشاحنة fish factory اللي هو مصنع السمك وتيك، ومن ثم يؤخذ السمك لمن؟ إلى مصنع السمك. فش أقول؟ أقول the fish السمك are taken، التصريف الثالث ما تيك قبل شوي أخذناها taken، the fish are taken يؤخذ السمك لمن؟ to the fish factory إلى مصنع السمك. اللي بعدها wash يغسل، هذا السمك يجب أن يغسل. أقول the fish السمك اللي هي مفعول به تأخذ r، زاد نركز وياي الwash تصريف ثالث مالتها شنو؟ washed يغسل when in water في الماء أو by water بالماء. وراه cook يطبخ، السمك يتم طبخه. أقول the fish are cooked يتم طبخ السمك on fire على النيران. وراها put يوضع، وين يخلوه؟ يخلوه بعلب cans. فأقول the fish السمك are put يوضع، وين يوضعوا؟ in cans في علب. وهكذا الصورة اللي بعدها send يرسل، لمن يرسل؟ إلى السوبر ماركت. the fish السمك are sent، تصريف الثالث مال sent، sent يرسل بالتي طبعا مو بالدي، يرسل لمن؟ to the supermarket الى السوبر ماركت، او تقدرون تقولون to the shops الى المحلات. ومن ثم display يتم عرض السمك على الرفوف. اقول the fish are displayed يتم عرض السمك on shelves على الرفوف. وهكذا طلاب هذا التمرين، هذا التمرين للتدريب على شنو؟ تدريب على موضوع المبني المجهول. استاذ شلون عرفت؟ شوف the fish السمك are تصريف ثالث، السمك مفعول به is او are تصريف ثالث، السمك are تصريف ثالث،
سمك مفعول به are تصريف ثالث وهكذا. السمك are تصريف ثالث، المفعول به are تصريف ثالث وهكذا، مفعول به are تصريف ثالث، مفعول به are تصريف ثالث وهكذا. إذن هذا الموضوع أو هذا التمرين كله دا يريد يدربني أكثر على موضوع المبني للمجهول. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا أن الدرس بسيط جدا، هو مو درس بالمنهج القديم، كان الدرس السابق وهذا الدرس كلهم درس واحد، يعني ما مقسمي أو جزئي جزئين مثل ما سووا بالمنهج الجديد، لكن بالمنهج الجديد قسموه إلى قسمين. لاحظنا أنه بالدرس السابق أخذنا 4 جمل، وبهذا الدرس أخذنا 4 جمل عن كيفية كتابة التقرير اللي بالمجلة أو بالجريدة ويرسل، وكيف يرسل من القاهرة إلى بغداد، وأخذنا ويا موضوع المبني المجهول مع المضارع البسيط. الدرس القادم راح نأخذ كذلك المبني المجهول لكن مع الماضي البسيط، والدروس القادمة راح نأخذها بعد بأشكال أخرى إلى آخره. فحاولوا تضبطون ذن الأمور اللي هن التصريف الثالث، الماضي، قاعدة المبني المجهول، طريقة تحويل الجملة المبني المعلومة المبني المجهول، لأن راح تفيدك كلش بالدروس القادمة. وتقريبا اليونت الخامس كله متمحور مواضيع القواعدية حول موضوع المبني المجهول. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف.